هلت رياح السوبر والكل دخل أجواءه. كولر أعلن التعبئة العامة ورفع درجات التأهب والاستعداد للدرجة القصوى ما بين تدريبات ومباريات ودية علشان يحط النقط على الحروف بكل دقة وتركيز وعزيمة وإصرار. والجمهور خصوصاً الأهلوية في الإمارات واللي مسافرين من مصر لأبوظبي مستعدين تماماً لمباريات المدرجات، إقبال على التذاكر، تجهيز أدوات التشجيع، تنسيق على أعلى مستوى علشان يكون الظهور في المدرج دايماً سوبر. الإدارة من ناحيتها بتوفر كل السبل وكل التسهيلات للفريق والجماهير علشان المرة دي بالتحديد السوبر هو أول عربون للمصالحة عن السوبر. يبدو هادي واسمه شادي، لكنه انا عارف انه القيود ده تخاف منه في الاخر. يعني شادي مساء الفل. ازيك كابتن شوبير؟ منور الدنيا. انا مبسوط ان انا معاك وفي بيتك قناه النادي الاهلي. منورنا. ربنا يخليك كابتن. بنورك. الف مليون مرحبا بيك. ربنا يخليك كابتن. ربنا يخليك. مشاغب بقى قصته معايا معروفه من زمان، وايه ومش هسيبه النهارده بقى لانه بقى لي كتير كده ما استفردتش بيه. ايمن جيلبرت مساء الفل عليك. كابتن شوبير يعني عامل ايه؟ الحمد لله ومبسوط ان انا معاك هنا في بيتك قناه النادي الاهلي، حارس الاهلي حبيبي، وان شاء الله كده مزيد من النجاح، ويعني زي ما عودتنا كده يعني الاهلي فوق الجميع هي اللي تكسر الدنيا يا رب. خليني معاك بقى. هو احساسي كده انه في محاوله للتشتيت شغاله. السؤال ليكم انتوا الاثنين، ما بين جماهير وما بين لاعبين، احساس غلط ولا احساس صح؟ لا، احساس صح جدا. صح. يا كابتن شوبير اللي بيحصل مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وكمان ما قبل وبعد السوبر هو محاوله ان استدراج جمهور الاهلي لخناقات فرعيه، تشتيت جمهور الاهلي عن الهدف الرئيسي بتاعه اللي هو مسانده النادي الاهلي، حتى لو في انتقادات بتبقى انتقادات لصالح النادي الاهلي من اجل ان النادي الاهلي يبقى افضل. لكن اللي بيحصل ان جمهور النادي الاهلي بيبتدي يترمي له على السوشيال ميديا ترندات، يبتدي يترمي له على السوشيال ميديا خناقات، فجمهور النادي الاهلي يعني انا سمعت حضرتك امبارح مع فارس واسامه وانت بتساله هل كل حاجه الجمهور لازم يرد عليها او يخش فيها. صحيح. في الوقت الحالي لازم الناس تفرق ولازم الناس تفلتر، لان للاسف في ناس نوايا خبيثه بتبتدي تاخد جمهور الاهلي لسكه بعيده، تبتدي تخلي جمهور الاهلي بعضه يعني ينتقد لعبته، مش النقد الايجابي لا، نقد لدرجه ان انت بتفطس اللعيب بتاعك، يبتدي يخليه يفطس المدرب بتاعه، يفطس النادي بتاعه. كمان تلاقي ان الجمهور بيركز في امور فرعيه، الناس عايزه ترد، عايزه تجيب حق النادي الاهلي، ولكن ده الشكل العام. لكن هو في الناحيه الثانيه هو بيحاول يجرك ان انت تبعد عن مسان اي حد كاره للنادي الاهلي. نعم. وانا قاصد الكلمه دي كاره للنادي الاهلي. المساله مش مساله منافسه قد ما هي كره. النهارده لما تلاقي الفيديوهات بتطلع وتلاقي للاسف في بعض القنوات تلاقي ان الكلام مش موضوعي، مش تحليل موضوعي، مش تحليل فني، مش تحليل رقمي، لا ده هجوم لقصد ان انت توقع لعيب، لقصد ان انت توقع مدرب، لقصد ان انت تخش في الثوابت بتاعت النادي الاهلي. فالنهارده انا افتكر زمان قبل السوشيال ميديا والكلام ده لما كان بيبقى فيه جدل داير والناس حاسه ان فيه هجوم عنيف على النادي الاهلي كان بيبقى رد فعل الجمهور ان هي بتقاطع وقتها. نعم. زمان صحيح. ما تجيبش الجورنان اللي بيهاجم. نعم. النادي الاهلي ما تجيبش المنتج، ده كان بيأثر جدا على التوزيع جدا يعني. نعم. معلقين. نعم. جرائد، الكلام ده احنا بنتكلم في اطار رياضه، ما اقصدش بيه حاجه سلبيه قد ما جمهور الاهلي بيعتزل ما يؤذيه. نعم. فلما جمهور الاهلي يعتزل ما يؤذيه صحفي بيهاجمه يلاقي جورمان يلاقي برنامج مكان بيقطع ما اتفرجش. نعم. عليه ده بيأثر اقتصاديا على الحاجات دي لان جمهور. نعم. الاهلي هو الاكثر، النادي الاهلي هو الاكثر شعبيه، الاكثر. نعم. جماهيريه. طب دلوقتي احنا في السوشيال ميديا الناس لما بتعمل الفيديوهات دي او لما بتعمل البوستات دي هي بتتربح من خلال جمهور الاهلي، بتكسب فلوس من خلال النادي الاهلي سواء عن طريق اليوتيوب، الفيسبوك، تويتر او تيك توك، ودلوقتي حتى البيجز نفسها بتاعت الفيسبوك البوستس نفسها. نعم. الريتش بتاعها ده بيدخل دخل طبعًا. للناس دي. طب طبعًا. انت النهارده كمشجع للنادي الاهلي بدل ما تتفرج عليهم، بدل ما تعمل شير للبوستات بتاعتهم، اعتزلهم خالص، ابعد عنهم، هم هيتاثروا وبالتالي القنوات بتاعتهم دي الريتش بتاعها هيقل، مفيش فلوس، هيبتدي هو يراجع نفسه. الواحد دايما يقول لك انا عايز اتفرج عشان اتغاظ. لا 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 لا، بتتفرج لحد وقت لحد ما تعرف ان اللي قدامك هو واخد السكه دي عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر يتربح منك كمشجع للنادي الاهلي. انت بمجرد ما انت تعتزل هذا الامر وتقطعه
هو نفسه هيبتدي يراجع نفسه ليه؟ لانه هيخسر فلوس. هو مش الطبيعي ان اي حد يبقى بيكسب فلوس ويخسرها ان هو هيفضل مستمر. طيب. فهي دي نقطتي، ان جمهور الاهلي عليه ان هو يبتدي يرجع للثقافه بتاعت زمان شويه. يا باشا اللي بيقول كلمه وحشه وبيهاجم النادي الاهلي بهذا الشكل، انت رديت مره، في المره الثانيه تجاهله. التجاهل الكتير هيخلي هذا الشخص يبتدي يعدل من نفسه. التجاهل ده حلو حلاوه بالظبط كده، لا تتخيل. طيب في المقابل دي حمله داخل الجماهير زي ما ايمن بيقول، هل ده احيانا بيبقى هناك حمله بتقصد لعيب معين؟ يعني وانا مش هقول اللعيب، انت ممكن تقوله صح؟ زي يعني مين يعني اخر حد يعني؟ امام عاشور. بس قبل ما تتكلم وتدافع، انت شايف ان امام في افضل حالاته؟ ما هو انا بصراحه مش عايز ادافع قوي، مش عايز يعني، خلينا ناخد الموضوع بفير. يلا، هو ما فيش حد يقدر ينكر ان امام لعيب جامد قوي. تمام. فارق جميل، بيتعرض لحاجات، بس في المقابل لو هو رجله في الملعب ودايس الحاجات دي اصلا ما حدش هيركز معاها. صح، لان في الاخر الكوره كوره، بتعمل اسيستات وبتجيب اجوان وبدنيا واقف على حيلك ما حدش هيعرف يتكلم. هو اللي حصل اخر فتره ان امام يعني حتى مع نهايه الموسم اللي فات، مش امام اللي بدا، تحس انه متراجع بدنيا شويه، بيمسك الكره تحت رجله كتير شويه. ده كان بالنسبه لي انا باين جدا في ماتش السوبر الاخير، ما كانش في احسن حالاته خالص. بس وارد، وارد جدا. نعم. وارد جدا. بس عادي. هي الحته بقى اللي انا عايز اقول عليها او يعني نخش في حته تاريخيه كده نتعلم منها حاجه. يعني حلو، حب الربط ده. انا هو خلينا نقول ان امام عاشور كان محبوب جدا من وسط جمهور الزمالك، ده صحيح، حب غير طبيعي. نعم. ابن المدرج وابن الجمهور وطالع من وسطهم وكده، فطبيعي. لا بس بالراحه، بس للتاريخ بس يعني، وانت راجل بتاع تاريخ. ايوه. هو امام كان محله، صح، حرس حدود، صح، زمالك، ومعلومه الزمالك كان عايز يرجعه لحرس الحدود. صح. وحرس الحدود مرضاش عشان كانوا واخدين فلوس، يعني قال لك هنجيب فلوس منين. صح. والولد لعب في ظروف ان فرجان ساسي مشي، فلعب. وانا فاكر انا كنت بعلق وبقيت اقول للناس وفي البرامج اقول لهم يا جماعه ده حاجه جامده جدا، وبصوا على الولد، والولد بقى تالق والدنيا مشت. فما نقدرش نقول انه مش ابن النادي. بس يعني هو بس كان نجم في النادي جدا. نعم. وكان محبوب جماهيريا جدا طبعا. خلينا بس نتفق انه احنا كده مش بنقول ان الشتيمه دي حاجه صح، هي غلط كده طبعا. بس طبعا الهجوم يعني منطقي بالنسبه لي، هجوم من نجم محبوب او مش بالشكل ده بقى. لا يعني مش بالطريقه دي، مش بالشكل ده طبعا. طبعا طبعا ده شيء مرفوض. نعم. يعني هو خلينا نرجع لورا شويه كده نشوف الناس كانت بتتعامل ازاي. هل دي كانت حاجه بتحصل بره؟ فانا كنت جايب شويه كده صور لنجم من يعني معروف، اكيد حضرتك فاكره، سول كامبل. طبعا نجم منتخب انجلترا وارسنال. في ناس كتير ما تعرفش ان سول كامبل اصلا كان عنده قصه شبه امام عاشور شويه. سول كامبل هو مش من اصول انجليزيه بالمناسبه، هو من جامايكا، من عيلة تحت المتوسط، بس دخل نادي توتنهام وهو عنده 14 سنة. توتنهام هوتسبر نادي عريق، بس مش نادي بطولات من بعد الستينيات. نعم. بطولاته قليلة، يعني لو نقدر نعرض صور تدرج. نعم. بالمناسبة دربه في النص كريستيان جروس، كان مدرب الزمالك وعمل معاه مشكلة كبيرة. والله. وما كانش حبه، بس مشي كريستيان جروس وبدأ يتدرج لحد ما سول كامبل وصل إنه بقى كابتن توتنهام. وما كانش كبير. كانش كبير في السن. وصل لاعلى حاجه دي بالنسبه لي للاعب في المستوى ده، انه بقى كابتن النادي اللي وصل لكاس الرابطه وكسب كاس الرابطه، وبقى اول لاعب من اصول سمراء يرفع كاس الرابطه في استاد ويمبل التاريخي. نعم. فبالنسبه لنادي توتنهام ده كان ابن النادي بقى من سن 14. جه سنه 2001 مدرب جديد لمنتخب انجلترا السويدي سفين جوران إريكسون. لسه متوفي قريب. نعم. قال له انت لعيب جامد جدا، بس انت عشان تلعب معايا في المنتخب اساسي انت محتاج تلعب في الشامبيونز ليج. وتوتنهام في الوقت ده ما كانش بيلعب في الشامبيونز ليج. مظبوط. عقده خلص وبدا ارسنال يكلمه. هو كان ليه حوار صحفي كبير مشهور قال فيه عمري ما هلعب في ارسنال، مستحيل. لان الناديين ما بينهم عداوه رهيبه. نعم. الاستادين اصلا القدام كان بينهم ما بين بعض مثلا شارع. فبيتقابلوا. نعم. بقى يدبوا في بعض جامد كده. قدر ارسنال يخطفه، وديفيد دين ده اللي هو كان نائب رئيس النادي ووعده ان انا هحميك وما تقلقش، وراح. وكانت طبعا حمله كبيره جدا ضده. وطبعا في انجلترا برضو الصحافه هناك عنيفه. المهم ان انا قريت كتاب مذكرات سول كامبل، وبيحكي فيه واقعه يعني انا بالنسبه لي كانت غريبه جدا. دي ممكن توري امام عاشور انه مش لوحده، ممكن يتعلم منها.
ان هو اول مره في نوفمبر 2001 راح يلعب ماتش بقى في ملعب مين؟ توتنهام مع ارسنال. فطبعا هم كانوا معلقين يفط في ساعتها كانت العنصريه متفشيه شويه عنصريه وعلقين يفط بقى كان مين؟ جوداس. جوداس اللي هو يهوذا. فهم بيهتموه ان هو خاين. هو بيقول لك انا فوجئت ان لقيت في المدرجات اخويا اخوه بيشتمني. لا والله مشجع لتوتنهام بيشتمه انك خاين وسبت النادي. ده حسن كامبل ولا ايه؟ ماشي. اخوه كان اسمه ديفيد. فهو صدمه كبيره جدا طبعا اخوك هو كاتب كده في المذكرات اخوك بيشتمك. فنرجع تاني اهو اليافطه هي مكتوب جوداس اهي. فانت بتتعلم من التاريخ ده. ممكن بس ارجع بقى السنه ورا تاني لمصر هنا. يلا. وحدث ممكن حضرتك تحكي فيه شويه. قول. انتقال رضا عبد العال من الزمالك للاهلي. نعم. ده بقى هنا رضا كان نجم نادي الزمالك. نجم راح من النيل للادويه نادي الزمالك وقعد سنين طويله جدا وكان نجم النجوم في نادي الزمالك. انتقل موسم 93 94 وحصلت مشكله. نعم. في الاول غاب فتره وبعدين بدا يرجع. نعم. رجع لعب السوبر الافريقي بتاع. نعم. جوهانسبرج. وحتى لعيبه الزمالك كانت بتخش عليه جامد قوي. نعم. في الماتش ده. نعم ده صحيح. كابتن اسماعيل يوسف حتى قابلته مره قلت له انت كنت بتخش على رضا جامد قوي. نعم. نرجع بقى رجع الاهلي الدور الثاني. هيلعب الزمالك بعد على طول كاس الامم الافريقيه. الماتش ده معلش لو نجيب بس الحته دي ثاني. حاضر. الحته الجورنال دي لان هي دي اللي انا بتكلم عليها. جورج سعد ده كان بالزبط. امين صندوق نادي الزمالك. فلو حضرتك تقرا كده. اشترى الاهلي اشترى الترماي من الزمالك بعد ما تبان مستوى رضا عبد العال حقيقي في اول مباراه قويه وقال ان الزمالك اشترى ايمانويل بمبلغ 450,000 جنيه والاهلي اشترى رضا عبد العال بمبلغ 650,000 جنيه. تمام. رضا عبد العال بقى عمل ايه؟ ركز في الملعب. صح. السنه اللي بعدها جون جمهوريه شبين بيكسبك الدوري. طبعا. فالنهارده انت لازم. لا مش جون جمهوريه شبين ده عندك بطوله عربيه وعندك بطوله سوبر وعندك دوري عام وعندك كاس مصر ده عمل موسم اسطوري رضا عبد العال. بالظبط. نعم. فهي الفكره انه امام لازم يبقى عارف ان هي ما حدش بيشجع الغلط طبعا غلط غلط. نعم. ما حدش عايزه بس انت لازم تنفس في نفس الوقت تبقى فاهم انك جاي من حته ما حدش هيسيبك. نعم. فانت طول ما انت رجلك في الملعب ودايس طول ما انت كويس حلو ما حدش عارف يعمل حاجه يعني. نعم. الكلام ده اتقال بس بعديها بسنه واتنين اتنسى. ليه؟ نعم. صحيح. لا ده بعدها بشهر لان رضا عبد العال كسر الدنيا خمس. نعم. سنين في الاهلي كسب بطولات. صحيح. فما ترميش ودانك لدي. انا في وجهه نظر ان امام عاشور بدايته السنه اللي فاتت كانت ممتازه رائعه. لو رجع للمعدل البدني ده ما فيش حد يوقف معه. طيب قبل ما اروح لفاصل ايه المطلوب من امام؟ هو شادي قالها بشياكه انت بتقولها بجماهيريه. ايه المطلوب من امام؟ المطلوب من امام هو التركيز 100% في الملعب. حلو. ما يرميش ودنه مع الجمهور. المشاحنات الجماهيريه كابتن المناوشات الجماهيريه الجمهور بيرد على بعض هو يسيب دي الجمهورين يردوا على بعضهم في الاستاد وخلاص بنطلع بره الاستاد الامور ايه. نعم. انت ما تركزش هو هيفضل يحاول يستفزك 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 ليه؟ لان هو عنده هدف واحد هو عايز يخرجك من مود الماتش. نعم. لو انت خرجت من مود الماتش خلاص هو بالنسبه له هو نجح. ليه؟ لان انت نجم الفريق. انا افتكر كابتن ابراهيم سعيد لما كان بقميص نادي الزمالك في احد المباريات وجمهور النادي الاهلي قعد ينده عليه كده في ماتش وكان ماسك فلافيو تقريبا. نعم. اول ما ركز مع الجمهور ابتدى يركب فلافيو خالص 2-0. نعم. يعني الاهلي خطف جونين فهي كده هي المعادله دايما انت طول ما انت مش رامي ودنك مع الجمهور خلاص انت هيبقى رجلك في الملعب وهتبتدي ترد في الملعب الرد. نعم. في الملعب هو ده الاساس وهو ده اللي هيخلي زي ما شادي كده بيقول اي حد يجي يتكلم عن امام عاشور يا باشا الراجل في الملعب راجل امام عاشور السنه اللي فاتت بالمناسبه احد اللاعبين اكتر المساهمه مع النادي الاهلي سواء في صناعه الاهداف طبعا. سواء في التهديف الراجل مشارك في البرونزيه بتاعت كاس العالم للانديه موجود في كاس السوبر المصري للابطال جون ماتش السيراميكا موجود في بطوله الدوري موجود يعني موجود ماتش الكاس في السعوديه نهائي الكاس اللي جاي بالجون وعامل اسيست مان اوف ذا ماتش فالنهارده هو اوريدي بدايته مع النادي الاهلي كانت بدايه مميزه طبيعي جدا مع ضغط الماتشات مع ضغط البطولات مع كل ده يحصل ان الامور تريح شويه ولكن مع بدايه الموسم هو شويه ممكن يكون ادى ودنه للجمهور ادى ودنه. نعم. للي بيحصل ده طبيعي لكن هو سريعا بمجرد ما يرجع الملعب وحضرتك انا بتغطي التدريب طبعا سهل جدا. نعم. امام احسن لعيب في مصر احسن لعيب في المكان ده مفيش حد بالكواليتي بتاع امام فالنهارده هو يقدر يتسيد هذا لسنوات طويله وان شاء الله يعني مباراه السوبر كلنا كنا اوت اوف ذا جيم ان شاء الله بدايه من السوبر المصري السوبر هروح لفاصل وهرجع لك على سوبر تاني لكن بعد الفاصل
خبر انتشر منذ قليل ان عبد الرحمن البنوبي لاعب نادي زد، لاعب ممتاز جدا، وقع للنادي الاهلي ووقع في الموسم ب 7 مليون جنيه. الخبر لا اساس له من الصحه. هنا تعودوا مننا انه الخبر وصحته في ساعتها عشان ما يبقاش فيه كلام كتير ورغي كتير. خبر انضمام البنوبي او توقيعه للنادي الاهلي خبر لا صحه له على الاطلاق. طيب رحنا قبل الفاصل على السوبر. الاهلي خسران السوبر الاخير بضربات الترجيح امام نادي الزمالك منافسه التقليدي، بس الدنيا انا حاسس انها قايمه ولسه ما عادتش. هل الخساره في مباراه في بطوله ايا كانت هذه البطوله ممكن توصل لحاله من الانهيار؟ هل هناك تجارب مشابهه يا شادي؟ لا ما توصلش لحاله من الانهيار خالص. كان في الأسوأ من كده والفرقه عملت احسن من كده بكتير. احكي لي. نرجع بقى بالذاكره شويه مع يلا بعض. يلا بينا. المشكله ان انا كل حاجه احكيها تقريبا يا كابتن في الثمانينات والتسعينات انت كنت موجود. ما انا جايبك عشان كده. فهيبان بقى ان انا جاي. انت جاي ليه؟ ما انت جاي عشان كده. هيبان بقى عشان انا جاي احكي. مش هتقدر تقول حاجه انا مش فيها. لازم لازم اكون فيها. عشان نعرف هو حضرتك جاي ليه اصلا يعني. ده غريبه قوي يا اخي. حاجه غريبه قوي. يكون بيشتغل. قول. طيب هو خلينا هو برده كان السوبر برده. يعني خلينا نتكلم على السوبر بتاع 16 يناير 94. جنوب افريقيا. هدف ايمن منصور في حضرتك. شفت بقى انا جاي هو انا جاي. هيوحشنا. هيوحشنا. اشوفك على خير بقى. هيوحشنا. نورتنا يا شادي. انا ممكن نستبدل الضيوف على الهواء يا جماعه ولا ما ينفعش؟ دخل الفار دلوقتي. فهو نرجع بس سنه ورا قبل الماتش ده كانت بدايه الموسم عامله ازاي؟ لان برضو دي توريك ان الموضوع مش اسود قوي كده. نعم. الموسم ده كان بدايته اللي هو 93 94 كان قبلها الاهلي 3 سنين مش بياخد الدوري. ده صحيح. مره اسماعيلي ومرتين زمالك. وبدا السنه دي الاهلي او كابتن صالح بقى ساعتها تعاقد مع مدرب انجليزي اسمه ألان هاريس. طبعا. كان الزمالك الناحيه الثانيه معاه مدرب كبير ديف ماكاي مدرب اسكتلندي. رائع. كان مدرب يعني انا بعتبره مدرب عالمي وخد معاهم الدوري مرتين وبدايه محترم. الموسم كان في حاله من الشك. هو الاهلي هيقدر يرجع تاني يكسب الدوري ولا لا؟ كان في تعاقدات جيده جدا السنه دي من السنه اللي قبلها كان راجع حسام ابراهيم حسن من الاحراف. السنه دي كان محمود ابو الدهب من المريخ البورسعيدي. خلينا نقول كان في فيليكس كان لسه صغير كان لسه جاي من غانا. كان في رضا. رضا عبد العال طبعا. نعم. من الزمالك ده كانت اقوى صفقه. وبدا الموسم لو خلينا نقدر نعرض كده كان في الاسبوع الرابع ماتش مهم جدا 26 سبتمبر 93 في الجبل الاخضر. مباراة القمة أهلي وزمالك. أهلي وزمالك. بعد ثلاث دقايق نبيل محمود بيطرد. وطبعا يعني بعتبر جون الكابتن إبراهيم حسن العالمي من أجمل الأجوان. للأسف الإخراج والتصوير ظلمه. جول عالمي طبعا. يعني حاجة ما بتتكررش كتير يعني الباك رايت يجيب جول بالمنظر ده. ده الماتش ده الباك رايت جاب جون والباك ليفت جاب جول والكابتن محمد يوسف. نعم. فكان في شوية تفاؤل مشيت الدنيا شوية وبعد كده أنا مطلع حاجة من أرشيف الأهرام كده بقى دي إحنا محتاجين نسألك فيها بصراحة لأن كانت غريبة جدا. شكله مش هتكشف كويس. انت ايه انت قبل النهارده كام 15 10 20 24 في الذكرى السنوية بقى اللي جاية. يلا اسأل براحتك. مع ألان هاريس الأهلي تخطى الأدوار وصل لنهائي كأس الكأس الأفريقية. وبعدين في لقيت خبر في أرشيف بتاعي كده غريب جدا إن قبل ماتش النهائي كابتن شوبير يتراجع عن الاعتزال. كانت غريبه جدا بالنسبه لي قبل ماتش النهائي بيومين في الاهرام. فانا ما اعرفش القصه دي ايه القصه بتاعتها لدرجه ان انا برضو مطلع في الاهرام. انت جايب الجورنان ولا مش جايب؟ جايبهم جايب. ما عايز اشوفه ده. ما اعتزلت امتى انا ده؟ يتراجع عن الاعتزال. خلاص. وبعدين قبل افريقيا سبور؟ قبل ماتش افريقيا سبور بيومين. خلاص. وبعدها كمان لقيت كده في عمود من العواميد استاذ نصر القفاص عامل عمود كامل شارف كابتن احمد شوبير انه ما تعتزلش وحاجات زي كده. كان اسمه القلم الرصاص او ايوه صح كده هو ده. وبعدين مصر كتيب اصلي. ايوه. ماتش بقى يوم 3 ديسمبر 93 قدام افريكا سبورت في العوده. انا عم عايز اقرا يا عم. هي صعبه شويه هتلاقي مكتوب تحت كده على الشاشه الكبيره دلوقتي. لو نقدر نشوفها. حذر وتفاؤل في الاهلي والغموض يحيط ببطل كوت ديفوار احمد شوبير صرفت النظر عن الاعتزال. الباقي بقى انا مش شايف ساستمر. طب يا كابتن الكلام شفت انا مش غلطان بقى اهو كنت عايز تعتزل ليه يا كابتن قبل ماتش النهائي يا كابتن؟ ثلاثه بالله العظيم ما انا فاكر. فالمهم يعني ان برضو انا كان عندي انا كان عشان اكون امين يعني
الماتش بتاع مانويل ومحمد صبري ده 2-0 كان قبل الماتش ده ولا لا كان؟ بعده، ما ده هنجيله بعديه، ده اللي انا بعدها اختفيت، قعدت يومين مختفي من النادي ومن البيت، وحملت نفسي مسؤوليه رغم ان انا مش مسؤول على الهدفين يعني، بس كنت مضايق جدا ومتعكرن جدا، ودي قصه لطيفه جدا. انا اسف هاخد منكم دقيقتين والله بالظبط يعني. خسرنا 2-0، كنت متضايق جدا ومتعصب جدا جدا، ولا مراتي عرفت انا فين، ولا وكان عندي هند وسلمى ساعتها ما عرفوش انا فين، ورحت في احد الفنادق في المقطم ساعتها كنا بنعسكر فيه زمان، وكان المسؤول في الفندق ده واحد اسمه وحيد صديقي جدا، وهو كان زملكاوي جدا، وبداوا يدوروا عليا في النادي، ما كانش فيه موبايلات ولا حاجه، لا مراتي عارفه انا فين ولا حد عارف انا، ما حدش عارف خالص، وانا في حاله متضايق جدا جدا جدا، ومش عايز اروح النادي، متضايق يعني، في حاله غضب شديد جدا يعني. بعدين وانا في الفندق قالوا لي كابتن طارق سليم على التليفون، جاب تليفوني منين الراجل ده، عارف ان انا هنا منين؟ المهم والله العظيم ثلاثة شادي كده، قالوا يا كابتن طارق، قال التمرين النهارده الساعه كذا، قلت له جاي يا كابتن، ما تنتهاش، انا غبت تمرينه واحده، فرحت دخلت، قال لي كابتن الفريق يعمل كده، ده ينفع؟ عندنا ماتش الجاي مع الاسماعيلي، قلت له حاضر يا كابتن، ورحت الماتش وعملت ماتش كويس، اتعادلنا 1-1 اه ساعتها، هو انا جايب ماتشات برضو من الماتش ده، فده بقى والحمد لله بقى ربنا كرم. بس الحقيقه انا مش فاكر القصه دي عشان ما ابقاش كذاب، ممكن كانت تكون لها خلفيه في المنتخب، ممكن يكون حاجه، لكن في النادي كانت الامور يعني هو انا الغريب بالنسبه لي يعني، هقول حته وهرجع تاني، الغريب بالنسبه لي بقى ان انا لقيت خبر بعدها بشويه ان كابتن عبده صالح الوحش واللجنه الفنيه اختارت كابتن احمد شوبير احسن حارس مرمى في افريقيا، ده في بطوله الامم الافريقيه، فما فهمتش يعني ازاي كنت عايز تتراجع من الاعتزال وانت لسه فورمه يعني يا جماعه، والله احنا مش شايفين حاجه يعني، فين الشاشه الكبيره اللي ورايا يعني، ارجع الف ورا ابص ورا، مكتوب باجماع الاراء، ما فيش شاشه كبيره قدامي شغاله والله، اهو اسال الضيوف يعني، ما فيش شاشه كبيره شغاله، لكن انا الوحش شوبير احسن حارس مرمى باجماع الاراء، ماشي اوكي يعني، اظن ان انا بقى كده يا كابتن انا براءه بقى، طالما قلت شوبير احسن حارس مرمى براءه مش كده، ما فيش مشكله بالنسبه لك يعني، قصه الزل مش فاكرها عشان ما ابقاش كداب. طب امشي بقى شويه في الموسم ده، يلا بقى خلينا بقى في ده، خليني انا بقول تداعيات السوبر بالظبط، تداعيات السوبر بقى الليله بالبارحه اللي جاي يعني. بقى بعده ده كان غريب جدا، اولا الاهلي بعد ما رجع من السوبر حصل كان في بعدها ايقاف لكابتن ابراهيم حسن، مظبوط، راح المنتخب يلعب دوره وديه في الامارات، يا لهوي ده انت هتفتح على نفسك فتوحه، كان كابتن طه اسماعيل هو المدرب، مظبوط، حسام حسن كسر الدنيا، خد هداف البطوله، رجع قرار الايقاف طلع، فواضح ان هو غيرته على اخوه كان متوتر شويه، ده صحيح، الاهلي في فبراير كان بيلعب ماتش قدام المصري بورسعيدي في الجبل الاخضر، مظبوط، وبعد الماتش نصر التليس مهاجم المصري حصل ما بينه وما بين كابتن حسام تنشنه، فقام كابتن حسام شد معاه وبعدها قلع التيشيرت ورماها، حصل مشكله كبيره، وقرار لكابتن صالح سليم بايقاف حسام حسن 6 شهور. هنا بقى دي الحته اللي انا عايز اتكلم عليها، يعني نقول ايه، ده انا هحكي لك شويه كواليس بس كمل يعني، عظمه الاهلي هنا في الحته دي وعظمه كابتن صالح طبعا. طبعا اولا انا عايز بس ارجع حته باثر رجعي، هو في ناس كتير اصلا ما تعرفش مين ألان هاريس ده، في ناس متخيله ان ألان هاريس مدرب انجليزي، مدرب عظيم ألان هاريس ده، انا يعني هقول عنه معلومتين بس كده، هو كان مساعد لمدرب انجليزي كبير اسمه تيري فينابلز، نعم، درب معاه في كريستال بالاس، كانوا في الدرجه الثانيه، صعدوا نهائي الاف اي كاب وهم في الدرجه الثانيه، جاله عرض بعد كده من برشلونه الاسباني 84-85، نعم، كان مساعد لتيري فينابلز، اللي في النص ده يا جماعه ألان هاريس، نعم، هنا بقى الصوره دي وهو في برشلونه 84-85 كان بيدرب 2 لعيبه عظماء جدا، نعم، بن شوستر كابتن منتخب المانيا، يا نهار ابيض، جاري لينيكر هداف كاس العالم 86 نجم انجلترا، فانت بتتكلم في راجل كسب الدوري مع برشلونه بعد غياب 11 سنه، صعب معاهم فاينل تشامبيونز ليج، فاسم كبير، فهو راح لكابتن حسام، لكابتن صالح سليم، قال له انا انت يعني مش هينفع العب من غير حسام وابراهيم الاثنين، فكابتن صالح بعت له مرسال قال له لو انت هتخسر الدوري وبتخيرني ما بين حسام حسن والدوري انا بقول لك اخسر الدوري، صح، فطبعا ده موقف قوي قوي من كابتن صالح، بس على الناحيه الثانيه بقى وانت بتعمل قرار قوي زي ده انت قادر تلم الدنيا وعادي، خسرت السوبر مش مشكله، انت كسبت كاس الكؤوس لسه الدوري، فلازم تحافظ على الهدوء ده، بدات الفرقه تمشي بخطوات بقى زي ما حضرتك قلت من بعد ماتش الزمالك، لان ده برده كان هزه، نعم، ده كان اول ماتش بعد كاس الامم الافريقيه، مظبوط،
17 ابريل 94 خسر الاهلي 2-0 من الزمالك. في ناس كانت ساعتها بتطالب باقاله هاريس. مظبوط. كانت الموجة عالية قوي 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 هنا كابتن صالح اللي مفيش الكلام ده. رفض تمام. انا معانا مدرب قوي. انا عارف انا جايب مين. وبدات الدنيا تمشي سنه سنه تاني نسق تصاعدي. المنافسه كانت ثلاثيه اهلي زمالك اسماعيلي. اسماعيلي مظبوط. الزمالك في الاسبوع 25 اللي قبل الاخير خسر من جمهوريه شبيل بجول عصام شعبان تقريبا. عصام شعبان. الاهلي متقدم على الاسماعيلي تقريبا بونت. في الاسبوع الاخير الاهلي راح يلعب المصري في بورسعيد خلص 0-0. صح. وهنا مباراة فاصلة والاسماعيلي اظن كسب الاولمبي اللي متاخدني كسب الاتحاد 5-0. الاتحاد في اسكندريه 5-0. فهتلعب ماتش فاصل. بقالك 3 سنين بتخسر الدوري. صح. الموسم الرابع ممكن تخسره. وساعتها كانت الناس بتقول الاسماعيلي اعلى بكتير من الاهلي. وهو في حاجه ثانيه برضه انا بفكر فيها بقى غير بقى مستوى الكوره. انا بفكر بقى في كابتن صالح سليم نفسه وهو بياخد القرار ده. لو الاهلي خسر من الماتش الفاصل الاسماعيلي هيتقال ايه؟ طيب تحب احكي لك شويه؟ انت خلصت ولا لسه؟ لا خلاص كسبنا بقى بهاتريك كابتن محمد رمضان وشه حلو علينا بقى. معلش هناخد من وقتك شويه. تحت امر. اللي حصل ساعتها بالظبط وعشان اكون امين يعني انه نصر التليس ده حبيبي يعني بس هو كان يعني في الملعب ثقيل جدا اللي هو لعيب رجل ودمه تقيل وهو ساعتها قعد عمل في حسام اللي بيتعمل وحسام كانت اعصابه مشدوده جدا بسبب موضوع ايقاف ابراهيم حسن انت عارف الارتباط اللي ما بينهم عامل ازاي فعمل في حسام اللي ما بص اللي ما يتعمل يعني فهو حسام غير فحسام هو طلع فهو من نرفزته فراح طلع وقلع التيشيرت وراح رميها فهذا الموقف لم يعجب كابتن صالح سليم هو التكمله بقى اتخانقوا في اوضه اللبس يعني قدام اوضه اللبس وربنا اكرمني ان انا ايه كنت موجود فايه يعني ايه لحقت نصر التليس ف لقيت او لقينا قرار فوري من الكابتن صالح بايقاف حسام حسن 6 شهور فعلا هارس راح للكابتن صالح وقال له لا ده المهاجم الاساسي بتاعه حسام هداف مكسر الدنيا يعني كابتن صالح قال له مش عاجبك توكل على الله انا هوقف حسام وهقول لك معلومه اغرب من الخيال اكتر 2 لعيبه كانوا قريبين لكابتن صالح والكابتن طارق حسام حسن وابراهيم حسن بيعشقوهم بيعشقوهم يعني والغريب انه رغم القرار ده اللي هو العقوبه اللي طبقت بالكامل انه ظل حسام وابراهيم بيعشقوا الكابتن صالح سليم وانه قابلهم بعد كده وقال لهم ده ليكوا وده لمستقبلكوا و و و وصلنا للمباراه بقى لحد ما خسرنا شويه نقط كده بعدين وصلنا للمباراه الاخيره قبل الاخيره مع المصري تعادلنا 0-0 والاسماعيلي كسب الاتحاد في اسكندريه 5-0 وصلنا للمباراه دي المباراه دي كان بطلها في الملعب محمد رمضان 3-0 بره الملعب كنا احنا كلاعيبه انا كنت كابتن تيم واللعيبه ومن الاسرار المهمه جدا انه كان هارس مش ما عندوش قناعات قوي انه وليد صلاح يبقى اساسي وكان رضا عبد العال عامل موسم رائع فاجتمعنا انا ومحمد رمضان مع كابتن طارق سليم عشان نلعب وليد صلاح اساسي واقنعنا كابتن رمضان كابتن طارق ومحمد رمضان كان له الدور الاكبر لان رمضان مقنع جدا وعمل ده ووصل ده للكابتن طارق فالكابتن طارق قال هات لي وليد وليد موجود ورمضان موجود هتكسبنا لو لعبت قال له بس العب يا كابتن وليد صنع 3 اهداف من 4 ماتش عمره رمضان طبعا رمضان سجل 3 اهداف من 4 وايمن شوقي سجل الهدف الرابع والماتش ده كان رايح في سكه كبيره جدا انه اكتر من كده بكتير ليله شويه دلع وتهاون لا ما صدتهاش جت في العارضه كتير عبد الصمد بس عملت ماتش كويس رغم دخلنا فينا دخل فينا 3 اجوان في ربع ساعه ورا بعض وانتهت المباراه 4-3 واستدعوا حكم من تونس ابو سته فتحي ابو سته كان ليه قصه لا داعي لذكرها اصلا عندي اسرار كتيره جدا والناس بتزعل مني بيقول لك انت ما بتكملش المعلومه لانها يعني في بعض الشخصيات ما فيش داعي ان اهو ده الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي واهداف رمضان الثلاثه ساعتها والجون ده عالمي يا كابتن عالمي عالمي اقول لك معلومه اكبر بقى ماركو فان باستن ده اقول لك معلومه اكبر بقى بص رضا عبد العال بص رضا عبد العال هايل اقول لك معلومه اكبر رمضان كان بيلعب المباراه دي عنده غضروف كمان بس وده الهدف الرابع بس اقفل على الاجوان بقى قلت له بص ده الجون الاولاني دخل فينا ف صمم كابتن صالح على قراره ولعبنا من غير حسام واحنا نجحنا ان احنا نقنع الكابتن طارق انه يقنع هارس ان وليد يلعب والمباراه دي كان وليد نجم المباراه رضا كان نجم المباراه رمضان كان نجم المباراه ايمن شوقي كان نجم المباراه
ورغم انه حسام حسن ما لعبش لكنه فوزنا ببطوله الدوري العام. اذا من الممكن انه من خساره بتتولد عزيمه واصرار ومنها بيبقى فيه بطولات. ممكن جدا و90 دقيقه بتغير الدنيا. 90 دقيقه بتغير الدنيا. 90 دقيقه مثلا الاهلي لو نزل عمل ماتش كبير قدام سيراميكا كل المزاج العام ده هتلاقيه رجع تاني ان الناس مبسوطه وشايفه اللعيبه فايقه. وانا في رايي ان الكوره في ملعب اللعيبه. الكوره في ملعب اللعيبه. اكتر من يعني حل. طبعا بحمل المدير الفني طبعا. نعم مش عايز الكلام. بس الكوره في ملعب اللعيبه. في ملعب اللعيبه. في وقت كده اللعيب هو اللي لازم يثبت ان انا مش شاكك في نفسي. انا لسه قادر. انا نعم. انا اللي كسبت اربع بطولات وانا اللي كسبت الموسم اللي قبله خمس بطولات. ده صحيح. طيب بمناسبه بقى الترندات اللي ماشيه والقصه والحدوته دلوقتي في اهو الاهلي وشعار الاكثر نجاحا وتتويجا في العالم كانت بتزعل الناس. وان احنا منافسين مع ريال مدريد يعني يا ريال مدريد بتضايق الناس ليه بقى؟ هو الاول بدي. الاول هذا الشعار صحيح ولا مش صحيح؟ لا صحيح جدا. صحيح جدا. ده جدا جدا. طب اديني حيثيات. بص يا كابتن شوبير في كده بنقول ايه القاب وشعارات هي بتكتسب. نعم. في غير اللي انت بتطلقها على نفسك الاهلي فوق الجميع ده شعار يخص النادي الاهلي اطلقه على نفسه. الجمهور مثلا النادي الاهلي بيقول النادي الاهلي اعظم نادي في الكون ده شعار الجمهور اطلقه على النادي. لكن في حاجات بتكتسب زي نادي القرن. ده انت اخدته عشان انت نادي القرن الافريقي وفقا للمعايير. النهارده النادي الاكثر نجاحا في العالم وهي اللي هي اللي احنا النادي الاهلي تداولها وجمهوره الاكثر تتويجا ده لقب اكتسب وهو بالمناسبه يعني هو مش حاجه مع يعني مش حاجه فيزيكال كده من حدش هيجي يديك الكاس ده لكن هو شعار تسويقي صادف ان النادي الاهلي فجاه لقى نفسه هو ملك هذا الشعار. البدايه ان نادي ميلان كان معروف ان هو بيطبع على التيشيرت بتاعه هذا شعار نادي الميلان ميلان نادي الاكثر نجاحا في العالم. ليه نادي ميلان اكثر نجاحا في العالم؟ اتقال ان عشان هو النادي الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه. طبعا دي جت امتى؟ بعد الخناقه بتاعت نادي القرن وريال مدريد والقصه دي كلها. فهنا بص بقى العنوان ده كابتن شوبير هنا في 2014 النادي الاهلي كان كسب الصفاقسي في السوبر الافريقي 3-2 في استاد القاهره. فالناس ابتدت تاخد بالها من حاجه ان دي البطوله القاريه رقم 19 للنادي الاهلي. نعم. ده معناه ايه؟ معناه ان هو تجاوز نادي ميلان الايطالي اللي هو صاحب هذا الشعار اللي معاه 18 لقب قاري. نعم. فهنا دي صحف ايطاليا يعني نرجع معلش الصوره كده سريعا ارجعوا يا جماعه من فضلكم. دي يا كابتن شوبير هنا هو بيتكلموا عن ان النادي الاهلي كسب ميل او تغلب على ميلان في القصه بتاعت النادي الاكثر تتويجا في العالم. وكانوا هنا بقيه الخبر بيقولوا ان يوفنتوس وانتر بعيد في القصه دي. نعم. نكمل هنا دي ده خبر تاني مترجم ان في صحيفه ايطاليه بتتكلم او صحف ايطاليه ابتدت تتكلم على الموضوع ان ميلان مش هيقدر يهرب من واقع ان في نادي عداء. وفي صحيفه تانيه كانت بتتكلم ان الميلان دلوقتي مطالب في الوقت ده ان هو يغير الشعار لانه ما بقاش ملكه. نعم. فابتدى التفكير في ان ميلان بدل ما يبقى النادي الاكثر نجاحا في العالم طب احنا ممكن نبقى النادي الاكثر نجاحا في اوروبا. بص الخبر اللي بعده في صحيفه ثانيه يا كابتن شوبير معلش نرجع انا اسف نرجع الصوره اخر فقره دي يا كابتن شوبير بيقول لك ايه ومن شان ذلك ان يؤثر تسويقيا على ميلان هو بيبيع لجازيتا بالظبط هو بيبيع التيشيرت بتاعه بان النادي الاكثر نجاحا في العالم وقتها حتى اتقال ان جالياني بيشكك في الفكره ان انتوا بتقارنوا بطولات اوروبا بافريقيا والكلام ده نكمل هنا برضو ده خبر تاني مترجم لجزت. من لجازيتا لميلان غير شعارك فلم تعد الانجح في العالم بسبب الاهلي. الموضوع ابتدى برضو ان صحفيين بقى يوفنتوس وانتر والكلام ده ابتدوا يشتغلوا على الحته دي وعملوها راي عام في ايطاليا. ايوه نكمل مع بعض هنا برضو ده ان خلاص الميلان ان النادي الاهلي يعتبر تغلب على ميلان في هذا الامر وان النادي الاهلي هو 19 لقب عالمي وان هو عدى ميلان وبوكا جونيورز. فهنا النهارده ده النادي الاهلي اكتسب شعار تسويقي من الفكره دي. النهارده نادي ميلان بقى عمل ايه؟ هل نادي ميلان ابتدى يقول لا احنا في اوروبا ودول في افريقيا واصل مش عارف احنا النادي الانجح في العالم الحقيقي ودول التقليد والكلام ده؟ لا خالص. نادي ميلان بكل بساطه ابتدى في خطه ان هو بيغير الشعار ده لحد ما بقاش يستخدمه. ليه؟ دي حاجه ادبيه مع ان ايه؟ مفيش كاس كده كابتن شوبير هيقول لك اتفضل حضرتك النادي الاكثر تتويجا. نعم. مفيش الكلام ده. لكن ادبيا ان ده بنتكلم ايه ده العالميه والناس الانديه. نعم. الكبيره وهي بتتعامل بهذا الرقي هو ادبيا ابتدى انا مش هستخدم اللقب ده لانه اصبح من حق نادي تاني. فالنادي الاهلي بعد كده لما كسب بطوله الكونفدراليه في 2014 بقى 20 وابتدى وقتها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر ابتدوا يعمموا استخدام هذا السلوجن الاكثر تتويجا في العالم وابتدى يتعلق على النادي.
انا باكد بقى بكلامي حاجه تانية يا كابتن شوبير. نادي برشلونه، نادي برشلونه في 2015 لما كسب اوروبا والسوبر الاوروبي طلع بيان ان هو عادل ابتدى انه عادل ميلان او عدى ميلان وهيقرب من نادي الاهلي. هنا ده بقى بعد ما كسب كاس العالم للانديه في الوقت ده، ده خبر رسمي في الموقع الرسمي لنادي برشلونه. بيقول ايه؟ ان نادي برشلونه بقى هم الاكثر تتويجا بالالقاب في العالم اللي هي الالقاب الدوليه مصر انترناشونال بالظبط كده، ان هم وصلوا ل 20 لقب قاري. ريكورد اونلي ماتشد باي الاهلي اوف ايجيبت، الرقم ده يعادل فقط النادي الاهلي المصري. نكمل دي مواقع عالميه، ده موقع برشلونه الرسمي. نعم. النادي أوكي. الرسمي هنا بص يا كابتن، الباراجراف المظلل ده هو هنا بيتكلم ان هم ان النادي بيحتفل ان هو خد اللقب ال20 وده بيعادل بيه الالقاب القاريه، ان الكاتالانز يعني عدلوا النادي الاهلي واصبحوا هم الاثنين الانديه الاكثر تتويجا في العالم. وحتى برشلونه تحت حط جدول ان هو بالنسبه لانديه اوروبا هو الاكثر وقتها. نعم. 20 لقب قاري، ريال مدريد 18، ميلان 18. في الناحيه الثانيه الانديه اللي برشلونه 20، الاهلي 20، ريال مدريد 18. بالمناسبه هنا برشلونه حط لنفسه كان وقتها ثلاث القاب اسمهم كاس المعارض، وشرحناهم للناس ان الثلاث بطولات دي هي كانت بطولات اوروبيه في وقت لكن بطولات ضعيفه، لكن برشلونه حطها لنفسه. والناس ما يعني عادي يعني الامور بسيطه. الصوره اللي بعدها هي صوره لطيفه جدا، دي الصفحه بتاعه برشلونه اللي هي على الفيسبوك، الصفحه الرسميه للنادي الاهلي تحت يا كابتن شوبير. بتقول لهم ان احنا كابطال مش هنقف عند 20 احنا هنكمل وانتوا الحقونا. بالمناسبه ان الجدول بقى اللي بعد كده اللي احنا عملناه كابتن شوبير عن ده، هنا الكاف بقى، هنا الكاف عمل ايه بدور الكاف؟ راح مأمن على النادي الاهلي، النادي بتاع القاره بتاعته بيتباهى وبيتفاخر بيه. الكاف طلع بيان هو بيحتفل بيه وقت ما جلياني كان بيشكك. راح الكاف قال احنا بنبارك للنادي الاهلي ان هو بقى الاكثر تتويجا، اللي هو بيتكلم وقت ما كان عدى ميلان قبل موضوع برشلونه. الجدول اللي احنا هنجيبه ده كابتن شوبير دلوقتي بيأكد المقوله بتاعه صفحه النادي الاهلي، ان حاليا في الوضع الحالي اللي احنا فيه ريال مدريد رقم 1 31 لقب، النادي الاهلي هو رقم 2 26، بعد كده بوكا جونيورز اهو دي الالقاب. ريال مدريد 1، الاهلي 2 26، وللاسف خسارتنا الاثنين سوبر اضعاف موقف كان ممكن كنا ممكن نبقى 28. لان ريال مدريد طبعا في بطوله بتبقى زياده دايما اللي هي كاس العالم للانديه. بوكا جونيورز 22، برشلونه واندبندنتي 20، وميلان 18. فهنا مقوله النادي الاهلي ان برشلونه هو اللي هيحصلنا هي حاصله، لان برشلونه نظريا هو اللي مطالب ان هو يحصل الاهلي في الموضوع ده. ده زي ما بنقول كده يا كابتن شوبير، دي اللمسه اللي هي دايما النادي الاهلي بتفرقه عن انديه افريقيا والانديه في الشرق الاوسط. كمان هنا ده طبعا تفنيد يعني سجل بطولات النادي الاهلي القاريه، 26 لقب، وريال مدريد هنستعرض برضو ال 31 لقب بتوعه. اللي بقول لك هنا ميزه اللقب ده يا كابتن شوبير، ده لقب تسويقي معنوي انت بتقدر تستخدمه. صحيح. في اخبارك تروج بيه منتجاتك. فالنهارده انا من وجهه نظري لو اي اهلاوي بيحب ريال مدريد هو ممكن يحبه يكسب برشلونه، يحبه يكسب الليجا، يحبه يكسب السوبر الاسباني. يعني الكلام ده دلوقتي حضرتك عايزني ما اشجعش ريال مدريد في بطوله اوروبا؟ يعني احنا مش اسبان، فعادي لما ريال مدريد يلعب بطوله اوروبا نقول يا رب يخسر، يعني مش هتحصل يعني. هيغوروا. ما للاسف بيكسبوا، يعني هنعمل ايه طيب؟ كل ما دوري نكسب برشلونه بالظبط كده. في اوروبا نخسر بقى لحد ما الاهلي يعدي، نخسر من نخسر اي حد عشان محمد صلاح من اي حد، ماشي كده؟ مرموش بقى من اي حد. فانا بس بختم الحته دي يا كابتن شوبير، الناس ممكن تصنع ترند، ممكن تصنع القاب، ده صحيح. الالقاب دي هي دايما اللي بتخلي النادي، هتلاقي النادي الاهلي دايما في حته مختلفه، نادي القرن الاكثر تتويجا في العالم. بايرن ميونخ يقول لك احنا عارفين ده بايرن ميونخ افريقيا، ريال مدريد احنا عارفين ده ريال مدريد افريقيا. كل ده دي حاجات بتكتسب ليه؟ من قيمتك كنادي اهلي، ومن قيمه جمهور النادي الاهلي، ومن قيمه كل حد بينتمي للنادي الاهلي. هو لازم يبقى عارف انا مكانتي فين وانا وضعي فين. تكيد قوي قوي قوي. نروح نفصل ونرجع تاني. كولر هو كلمة السر، هو اللي عنده الكنترول والريموت كنترول بتاع البطولة دي. لو ظبط اللعيبة كويس، لو أنا مش عايز أقول وجه فنيا لأن هو فنيا عالي جدا، إنما هو اللعيبة محتاجة منه شوية حسم. إن شاء الله كلمة السر تكون في إمام عاشور،
عشان المفروض كولر يعمل شويه انضباط في النادي. يعني احنا زي ما احنا سامعين الفتره دي ما فيش يعني في مشاكل في غرفه الملابس وكده، فالمفروض يعني شويه انضباط. هتلاقي امام عاشور كلمه السر، لان امام عاشور لعيب لا يعلى عليه بصراحه. قوه الاهلي في خط النص ان شاء الله، لو الفرقه او اللعيبه بتاعه خط النص سواء بقى امام عاشور او مروان عطيه فايقين، احنا زي فرقه الاهلي عاليه ان شاء الله باذن الله. هو كولر طبعا ماشي في سكه كويسه جدا، بدليل ان احنا شفنا انتصارات على يده كتير جدا، ومش مطلوب منه حاجه غير ان هو يمشي على نفس النهج اللي هو ماشي عليه، وبكده هننتصر ان شاء الله في السوبر باذن الله. اشرف داري والساعي والناس الجديده هيبقى لهم دور كبير في المباراه اللي جايه دي. حب اهلي جدا، حب 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 انا حب حب يخدم جدا، اقول له افكر كل اهلي عدو اهلي روك، حب اهلي جدا. الاهلي محتاج مهاجم فعلا كمان، ومحتاج حد في خط الوسط. وبصراحه انا شايف ان اهم حاجه اهم بوزيشن يبقى في حد يغطي مكان مروان عطيه، لان ساعات بيبقى مروان عطيه بيبقى اوف مثلا، مش مركز مش عارف ايه، وهو الوحيد اللي بيعرف يأدي بالمكان ده. محتاجين حد في الهجوم ضروري جدا، محتاجين حد تاني في وسط الملعب يعني رقم 6. الفرقه كامله، الفرقه عندنا فرقه قويه جدا، يعني فرقه الله اكبر يعني. طبعا هم على قدره بالصفقات والحاجات دي، بس انا اللي انا شايف ان اللي عندنا ده المجموعه اللي عندنا دي جامده جدا. محتاجين مدافع كويس، ومحتاجين يعني برضو واحد في خط النص وفي الاجنحه او راس حربه صريح. هي محتاجه ونجين، ومحتاجه كمان مهاجم يا اما اجنبي يا اما محلي، بس يكون زي وسام ابو علي مثلا. هي القصة صعبة، يعني الجمهور واحد عايز مدافع، واحد عايز وسط الملعب، واحد عايز جناح، واحد عايز جناح الناحية التانية، واحد عايز راس حربة، واحد يعني هي مشكلة طبعا يعني. ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، ده يعني مبدأ تنافسي شديد. طيب هو أيمن فتح علينا فتحة بتاعت المواقع الأجنبية والقصة والحدوتة، فخلينا في الفتحة دي برضو. أنت عندك في موضوعين لازم نتكلم فيهم. نتكلم الأول أنه برضو الصحافة العالمية وماذا قالت على النادي الاهلي، وكيف يتنافس النادي الاهلي، ومع من يتنافس النادي الاهلي، وتقدير النادي الاهلي عالميا واوروبيا. احلى حاجه تعمل في صمت. تعمل في صمت. والشغل بتاعك هو اللي هيتكلم. شغلتنا ما ينفعش نعمل في صمت، يعني احنا لازم نقعد نتكلم. ايوه ايوه صح. وجاي ماله النهارده؟ مش عارف. عايز يطعشنا. ماشي. في كده حاجه من الحاجات اللي طلعتها، بحب المقاله دي جدا جدا. هي مقاله من جورنال جارديان. والشهاده لما تجي لك من جارديان تبقى نعم. حاجه عظيمه يعني. هو بس يعرضوا قدامنا كده، عايز اقرا حته كده ليها. نعم. كانوا بيتكلموا سنه 2012 دول الجارديان. الجارديان لويس تايلر ده صحفي هناك. كان بيوجه انتقادات حاده جدا لرافائيل بينيتس مدرب تشيلسي الانجليزي، اللي هو كسب الشامبيونز ليج، تشيلسي كسب وهيلعب كاس العالم للانديه. فهو بيقول له يعني كلاب وورلد كاب كاس العالم للانديه، الاهلي put Chelsea's problem in the perspective. وبيشرح تحت ان بينيتز عنده مشاكل في ستانفورد بريدج، وان الاهلي قدر انه يكون فريق بيكسب دوري ابطال افريقيا وهو ما عندوش دوري. ده صحيح. فالنهارده انت تخيل انت قدر الاهلي، ان جورنال انجليزي زي ذا جارديان بيتكلم بينيتز مدرب تشيلسي. هو have not played at league games in last 10 months. 10 شهور ما بيلعبش في الدوري، بتكسب دوري ابطال افريقيا مش باي اداء. 2012 دي نعم ماتش نهائي. ده ترجي. اعظم ماتش في تاريخ الاهلي بره ملعبه. ترجي. طبعا ضيعنا بنالتي كمان. نعم. الاهلي لعب كوره عاليه قوي قوي قوي، فانت الناس بره بتستشهد بيك انك ما عندكش دوري وكسبت دوري ابطال افريقيا. وعلى فكره الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا 12 و13 بدون دوري، من غير دوري. صح. ودي حاجه اصلا 12 كان حسين بدري، 13 كان محمد يوسف. دي حاجه اصلا تنافي المنطق الطبي والتجهيز البدني، كل المنطق. ان اللعيب اساسا فورمه الماتشات اللي بتجيبه. فتخيل اللعيب يفضل قاعد مثلا اسبوعين ما بيعملش اي حاجه خالص، ما بيلعبش ماتشات. ويجي على ماتش رسمي ما كانوش بيعرفوا يلعبوا ماتشات وديه يا شادي. كمان عشان الفتره دي يعني ده يعني دي حاجه بتتكلم لوحدها. احنا لعبنا في الجونه بطوله 13 دي كانت صعبه جدا. بطوله احنا خسرنا اول مباراه من اورلاندو هنا 3. نعم.
تعادلنا في رمضان مع الزمالك 1-1 في الجونه، بعد كده اعتقد خسرنا من اورلاندو ثم مباراتين ليوبارو. الوحيد اللي راهن الاهلي هيوصل ساعتها وليد صلاح الدين، قال ابني احنا خرجنا، قال لي والله العظيم هنوصل وهنكسب البطوله دي. فده تقدير الاهلي في اوروبا، ده تقدير الاهلي بره. برضو كنت جايب صوره كده لوقت مفاوضات وسام ابو علي، نعم، جورنال من جرايد الدنمارك الكبيره اسمه نورديسكي. فالراجل كاتب تقرير انا ذهلت بالمقدمه، بيقول فيه ان وسام ابو علي جاي له عرض من نادي مش اقل من ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وما تستغربش، لازم نحط الجورنال، وما تستغربش الاهلي المصري ما يقلش عن الانديه دي. لا جورنال دنماركي، نعم. الناس دي بعيد عننا في حته تانية خالص مننا في الكوره. وبالمناسبه يعني حطوا لنا يا جماعه الجورنال ده لو معاكم. انا كنت حاطط حته يعني وبالمناسبه برضو الكوره هناك هما ما يعرفوش كتير عن افريقيا خالص يعني. يعني فكره ان هو يبقى متابع الكوره في افريقيا برضو مش صعبة، مش درجه قوي يعني. الدول الاسكندنافيه بشكل عام كده بالظبط. فده تقدير اللي بيجي لك من بره من غير ما ما تقول حاجه اهو. هي حتى لو قربت الصوره شويه اهو ايجيبشن الاهلي از باي نو مينز از ويل نون از ريال مدريد برشلونه ليفربول. يعني بص بص التقدير بيجي لك ازاي. ات از باي فار يعني بمسافه هو الاكبر في افريقيا. نعم. ف باي فار باي فار يعني انت بعيد عن الاكبر قلعه في افريقيا بالدنمارك. يعني اتس ذا ليدنج كلوب ان ذا عرب وورلد ويتش وسام ابو علي والنوفيس. دي الترجمه، اختصار الترجمه دي بالدنماركي، النادي الاهلي الاكبر قلعه رياضيه في افريقيا. لا هو هنا هو ناس يقول لك عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره، فرحني والله دايما معاه الاهلي فوق. هو فعلا زي ما شادي بيقول التقدير النادي الاهلي، التقدير لما بيجي لك من بره ده احلى تقدير بقى طبعا. هنا بقى اللي هنقول ده بقى صحفي منتمي ولا مشجع ولا اعلامي منتمي، ده واحد ما يعرفكش. انا بالنسبه لي كمان الاقوى بتاع ذا جارديان انه يعني ماشي بيقولوا في بقيه يعني بيقولوا في بقيه المقال بالبلدي كده يعني لو هنقولها بالبلدي، اتعلم من حسام البدري. ايوه صح، هو مقال بيقول الاهلي اتعلم الاهلي اتعلم من الاهلي. انا هرجع لك تاني لانه في موضوع مهم، بس انا لازم اربط بال اهو رافائيل بنيس ثينك هي هاز بروبلم. لو هو بيفتكر ان هو عنده مشكله شود هاف تشات، لازم يكلم حسام البدري، تشات حسام البدري في اليابان ان جابان نيكست ويك، كلمه الاسبوع الجاي في اليابان. طيب الاهلي داخل على معمعه، عندنا السوبر كمان كام يوم، يعني اللعيبه راجعه النهارده ومسافره بكره بالظبط. يعني انت النهارده راجعه يوم 16 ومسافرين 17 وعندهم ماتش يوم 20، والاهلي اجل لانه كان ماتشهم 18 والاهلي سبب التاجيل ليوم 20. عندك عدد لانه عندك وسام ابو علي برده النهارده سجل على فكره مع يعني كان 1-1 كان هو سجل من ضربه جزاء وخلص 2-2 مع الكويت. بس ما اعرفش مين اللي جاب الهدف الثاني، هو مسجل 3 اهداف للمنتخب الفلسطيني ما شاء الله يعني. وعندك الثلاثي اللي موجود او الخماسي اللي موجود في منتخبنا الوطني، فداخل على طول على معمعه السوبر وال يعني التنافس شديد بقى. اول مباراه سيراميكا، وسيراميكا الحقيقه انا مجهز معانا حاجات ليها جميله يعني. سيراميكا حطوا على الشاشه يا جماعه الصفقات، الناس اللي مشت والناس اللي انضمت، فرقه من الفرق المحترمه جدا يعني. شايف القصه ماشيه ازاي؟ هل رب ضراته النافعة؟ هل الأهلي داخل بقمة تركيزه في هذا اللقاء؟ طبعا ده أول نتكلم في أول مباراة محلية بقى في الموسم، دي افتتاح افتتاحية الموسم طبعا، مباراة السوبر الأفريقي بظروفها دي خلاص انتهت، نقفل الصفحة الموضوع انتهى. ولكن طبعا السوبر المصري للأبطال في أبو ظبي الوضع دلوقتي بقى مختلف، البطولة بالنسبة للنادي الأهلي بقت تعني الكثير ولا جماهيره الكثير لأن هي بداية الموسم. فالنهاردة بتلاعب منافس على سيراميكا الناس ما ينفعش تنساه، نعم. يعني ما ينفعش الناس تتعامل ان النهائي هتلعب مين، لا نعم. لازم واحنا هنتكلم عن سيراميكا دلوقتي يا كابتن شوبير والكابتن ايمن الرمادي، وزي ما حضرتك قلت كده في نقطتين في سيراميكا ممكن نقطه تطمنك ونفس النقطه تقلقك. ايه هي؟ ان سيراميكا استغنى عن بعض نجومه وتعاقد مع لاعبين اخرين، فانت عن احمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم صديق اوجولا، خالد صبحي، احمد القرموطي، فيفور اكيم، دول اللي استغنى عنهم بالظبط. من ضمهم هيظهر على الشاشه عندكم دلوقتي اخرهم كان حسين السيد بالظبط، محمد صادق، ايمن مكة، فخري لاكاي، اسلام عيسى، عبد الله مجدي، زلاكا، يوسف سيد عبد الحفيظ، والف سلامه عليه يرجع بالسلامه ان شاء الله، احمد عبدين، دول الاثنين الشباب من الاهلي، الاوغندي كيون عباسي،
محمود الزيني من ديروت، يوسف عفيفي من ديروت، واحمد اشرف صفقه انتقال حر. بالظبط. نعم. النهارده كابتن شوبير، سيراميكا اللي انت لعبته الموسم الماضي مختلف. نعم. سيراميكا اللي انت لعبته في السوبر المصري للابطال وكسبت 1-0 في الدقيقه الاخيره مختلف. نعم. فالنهارده هي النقطه ممكن تبقى نقطه قوه ان انت بتلاعب فريق ممكن لسه مش متجانس. نعم. لسه اموره مع الكابتن ايمن الرمادي لسه مش معروف شكله عامل ازاي، ممكن يبقى بالعكس نقطه قوه ان الفريق مدرب شهر. اه بالظبط كده. عمل احلال وتجديد ان هو يقدر فريق مجهول. بالظبط. نعم. مجهول بالنسبه له. فالنهارده كابتن شوبير خلينا مثلا نقول ان سيراميكا لو لعيب زي صديق جولا فقده ده. نعم. من افضل لعيبه الدوري. صحيح. الموسم الماضي لعيب مسجل 11 هدف وصانع 7 اهداف. من اللعيبه اللي اكثر من اكثر اللعيبه اللي عملوا مراوغات صحيحه في الدوري ب 39 مراوغه، استغنى عن محمد او باع محمد ابراهيم. محمد ابراهيم يا كابتن شوبير واحد من اللعيبه المهمه جدا اللي كانت من اكثر صانعي الاهداف في سيراميكا ومن اكثر اللاعبين برضو مراوغه. نعم. احمد ياسر ريان المهاجم الفريق اللي مسجل 9 اهداف، دول ثلاث لعيبه من ابرز اللعيبه اللي هو استغنى عنهم. نيجي الناحيه الثانيه هتلاقيه هو جاب بس جاب فخري لكاي. ما انا بقول لك اهو. نعم. فخري لكاي مسجل في الدوري 8 اهداف وصنع هدفين. ايمن زلاكا اللعيبه المميزه. نعم. ايمن موكا واحد من اللعيبه الاكثر صناعه اهداف في الدوري. نعم. اسيستات 6 وعامل 54 مراوغه صحيحه في الدوري. موجود في التوب 10. فالنهارده سيراميكا نفسه كفريق من اكثر رابع فريق تقريبا اكثر تهديفا في الدوري. ده صحيح. الفريق اللي من اكثر الفرق استحواذا على الكره في الدوري. برضو مركز رابع. فريق عنده دقه تمريرات مميزه. فالنهارده هو فريق كان مميز الموسم الماضي. نعم. فقد لعيبه مميزه هو بالنسبه له هو. نعم. عوضهم بلعيبه برضو جيدين قريبه. نعم. فهي دي الفكره. الحسبه النهارده انت ايمن الرمادي هيتعامل مع المباراه دي ازاي. فالنادي الاهلي النهارده هو عنده الحته اللي هي بتاعت ايه، لازم ابقى حذر شويه. لازم، لان انا هلاعب فريق اللعيبه انا ما شفتش اللعيبه دي مع بعض في السيراميكا. نعم. عامله ازاي. نعم. في نفس الوقت النادي الاهلي الموسم بتاعه يعتبر ابتدى، لعب نعم مباراتين جورمايا ومباراه الزمالك لعبته. نعم. مع المنتخب في لحد ما الرجل ماشيه. فالنهارده انا من وجهه نظري المباراه هي صعبه، ولكن زي ما شادي قال كده هي في رجل اللعيبه. اللعيبه اللي تقدر تسهل المباراه لاعب العملاق ريال مدريد في النهائي. فانت النهارده بص هنا، انت خارج من سوبر افريقي داخل على سوبر مصر الابطال في الامارات بعد توقف دولي، بعد كده الانتر كونتيننتال هنا في مصر، بعد كده تبتدي الدوري. فالامور صعبه. فالنهارده اللعيبه لازم تبقى جاهزه بشكل كويس. المدرب طبعا لازم يبقى محضر. والاهم من ده كله بعيدا عن، انا النهارده احنا في قناه النادي الاهلي طبعا بنتكلم عن كل حاجه لاحتياجات الفريق، ولكن في النهايه قائمه الفريق اللي موجوده دي موجوده معاك على الاقل لاول فتره انتقالات مثلا يناير. فلازم احنا ما نفطصش لعيبه، نحاول دايما نساعدهم ونزقهم. ليه؟ لان اللعيب ممكن النهارده حتى لو هو مستواه 6 من 10 ممكن انت كجمهور لما توصل له احساس معين تاخد منه 8 من 10، تاخد منه 9 من 10. فالنهارده ان شاء الله ماتش سيراميكا تبقى البوابه بتاعتنا لموسم ان شاء الله يبقى من كل استثنائي ومميز. اروح النهارده بدري بس مش نافع. طيب انا حقيقة سمعت منك قصة ايمانويل، لانه يعني كان حد ممن ينتمي للنادي الاهلي والناس كلها لها الاحترام يعني، كان طلع على حدوته وسمعتك الحقيقة ومن يوميها وانا عايز اكلمك في النقطة دي لانك اقنعتني. يا رب تقنع الجمهور. بجد اقنعتك؟ اه والله. طيب هو انا مبدئيا القصة دي انا خدت فيها كميه انتقادات رهيبه. ليه؟ ولحد دلوقتي مش عارف ليه. عشان بتقول حقيقة. يعني الموضوع بالنسبه لي انا هنا مش بناقش فكره، معلش لو تسمح لي اقول الحته دي. اتفضل. انا مش بناقش الفكره المسمّة بكلمه كوبري. قصه الكوبري دي موجوده في العالم كله على فكره. ماشي. عشان بس ما متفقين. لا انا هنا بناقش حاله معينه. على لعيب معين اتقال عنه ان ده الاهلي هو اللي طلعه بره. فانا بالنسبه لي اصلا من اول ما سمعت القصه هي مش داخله دماغي. ايمانويل امونيكي لاعب الزمالك لاحقا لاعب برشلونه الاسباني. مظبوط. كان وصل لمستوى انه ما ينفعش يكمل في مصر اصلا. نعم. ففكره انه اصل الاهلي جاب له عرض مشاه ما جاتش معايا، فقلت ابحث وراها. حلو. اعرف القصه. هو كان اللغط كله ان اللي اتقال ان الاهلي جاب له عرض منين؟ من المانيا. هو الفاسفورج باين الالماني؟ هو ده اللي اتقال ساعتها. نعم. هو بس لو الشباب يلحقونا بالحاجات كده. هو الفكره كلها ان هو لو بالظبط خلينا ناخدها ايه واحده واحده كده. ايمانويل حقق عمل موسمين وشويه مع الزمالك هايلين، كسب 2 دوري ودوري ابطال افريقيا. نعم. راح لعب كاس الامم الافريقيه مع نيجيريا ما رجعش. ايوه دي جت بدايه القصه. الراجل اختفى وقفل كل حاجه وقعدوا يدوروا عليه لحد ما رئيس نادي الزمالك بعت كابتن سمير السيد قال له تروح نيجيريا تجيبه وترجع. كان اداري الزمالك يا جماعه. كابتن سمير السيد راجل جميل.
المهم راحوا كان كان نيجيريا كسبت كاس الامم الافريقيه 10 ابريل أيه. اهلي وزمالك 17 ابريل مم. ايمانويل مكسب نيجيريا كاس الامم الافريقيه بجونين في الفاينل نعم. فده البيضه اللي بتبيض ذهب للزمالك نعم. يعني المهم راحوا انت مش عايز ترجع ليه؟ قال لك انا ليا 130 الف دولار عند الزمالك متاخرات وحاجات ومكافئات انا ما خدتش الفلوس عايز اجدد عقدي عايز عربيه جديده عايز 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 فالمهم نكحوا ويرجعوه تاني والراجل زي ما بيقولوا كده نزل من سلم الطياره اتمرن يوم نعم اهلي وزمالك جاب جون نعم ومحمد صبري جاب جون والزمالك كسب 2-0 نجمه كان عالي قوي لدرجه نعم. حتى انا كنت جايب كاريكاتير كده كان معمول في الاهرام ساعتها من كتر ما هو كان مخيف وكده كان استاذ عادل امام كان عامل فيلم ساعتها الارهابي قال لك ده ايمانويل الارهابي نعم نجمه عالي جدا فهو خلاص الراجل كده كده بدا خلاص يبقى عضو اهو نعم بدأ يبقى عضو في منتخب نيجيريا اللي اصلا كله لعيبه محترفه في اوروبا مفيش نعم. ولا لاعب محترف في الدوري في افريقيا صحيح الا ايمانويل ايوه فهو لو مشيت في مسيره ايمانويل هتلاقي دخلت اي صفحه يقول لك ده راح لسبورتنج لشبونه طب قصه المانيا جت منين هي دي بقى اللي انا كنت عمال ادور عليها ما هو راح لشبونه قعد هناك سنتين كسر الدنيا طلع على برشلونه من على برشلونه طيب القصه جت منين دي اللي عرفت اوصل لها شويه مدرب منتخب نيجيريا في الوقت ده مدرب اسمه كليمنس وسترهوف مظبوط الهولندي الراجل الهولندي نعم كان حارس مرمى كان حارس مرمى برافو عليك يا كابتن مذاكر اه شويه اه قال لك انا عايز العب ماتشات وديه جرب الاسماعيلي بعد كده ايوه حصل نعم. عايز العب ماتشات وديه من غير ما الكاميرات تشوفني ايوه لان انا راح العب كاس عالم الناس كاشفه كل ورقي في مباراه وديه غير دوليه ومش مدرجه في اجنده منتخب نيجيريا اصلا وده اللي تعبني ان على ما وصلت عليها المباراه دي اتلعبت مع نادي برافو عليك نادي اسمه ديوزبورغ في المانيا ديوزبورغ مش فولفسبورغ اسف صح ديوزبورغ ده نادي صغير جدا في منطقه كده على نهر الراين قرب دورتموند وشالكه نادي صغير جدا صعد من البوندس ليجا 2 وشغلانته ان هو ساعات بيجيب لعيبه رخيصه يبيعها باثمان غاليه وكده فراحوا لكليمنس وستروف راح لهم طب خلاص نعمل ماتش ودي غير مزاع اصلا طب انا الماتش ده مش لاقي له اي داتا مش عارف اوصل لحاجه قعدت اتقل شويه في البحث لحد ما عرفت اخش جروب مشجعين منتدى قديم لنادي ديوزبورغ عليه مشجعين بس دي مهمه انها تطلع على الشاشه لقيت تذكره لمشجع ديوزبورغ مجنون محتفظ بيها حلو والتذكره مكتوب عليها التاريخ 22 مايو 94 هو المشجع اللي مجنون ولا انت اللي مجنون مش عارف انت بتعمل كل ده بجد اهي بص يا كابتن خرب عقلك يا شادي ايه ده ده والله برافو ده انتوا عاملين حاجات جميله جدا النهارده انا بحييكم والله العظيم ثلاثه ايه الجمال ده ام اس في ديوزبورغ نيجيريا أيوه. 22 مايو 94 الساعه 4 الظهر يا نهار ابيض كسبوا الماتش ده 1-0 المدير الرياضي قاعد في المدرجات قال لهم مين اللعيب ده انا عايزه على ايمانويل ايمانويل قالوا له ده محترف في مصر قال لهم طب ده تمنه رخيص ما ضاع على رغبه هو هناك اوبا وبعت لرئيس نادي الزمالك كان مستشار جلال ابراهيم باعوا وما بلغش اعضاء مجلس الاداره اصلا كمان تمام راح ايمانويل لعب كاس العالم كسر الدنيا أيوة جاب جون في بلغاريا وجون في ايطاليا مظبوط رجع هنا ظهر شخص جديد في القصه كابتن مجدي عبد الغني كان مخلص احترافه ايوه بيخلص مع المقاولين العرب مظبوط واتاري ان هو كان هيبتدي يشتغل زي ايجنت يودي لعيبه البرتغال بحكم اللغه ايوه طبعا فهو لقيت برضه خبر جميل جدا مجدي يفاوض ايمانويل الاحتراف بالبرتغال حلو قوي الخبر ده من امتى بقى يا كابتن والزمالك بيستعد للسوبر الافريقي في يناير اللي قبله يعني بص هو باصص من امتى عليه فكابتن مجدي عبد الغني كلم استاذ محمود معروف طبعا هتقولي عرفت القصه دي منين استاذ محمود معروف ليه حوار صحفي في الكره والملاعب سنه 2011 بيتكلم على الواقعه دي كلم مجدي عبد الغني كابتن مجدي عبد الغني كلم استاذ محمود معروف انا عندي عرض طب تعال نروح الزمالك اخذوا راحوا الزمالك معاه رئيس نادي سبورتنج لشبونه جايبه من البرتغال وجاي وما كابتن مجدي عبد الغني احنا عايزين ايمانويل احنا بعناه والاعضاء ما يعرفوش فبداوا يحصل مشاحنات والراجل رئيس نادي سبورتنج قال لهم انا مش ماشي من هنا اللي هو معايا لدرجه ان انا مطلع حته كده من, من من موقع برتغالي ايمانويل بيقول فيه مش انا اللي بقول إيمانويل. عشان الناس انا ما قلتش حاجه هو بس لو جيبوها ان انا البرتغاليين بيشدوني من ايد والالمان بيشدوني من ايد وان رئيس نادي سبورتنج اترفع عليه سكينه يا نهار ابيض هو هو اللي قايل مش انا ايمانويل اللي بيقول خلاص سوزا سنترا اللي هو رئيس نادي سبورتنج came to get me and they pointed a knife at him
النادي الاهلي ماله بقى كل لا انا مش بالظبط. فاللي حصل ان هو راح سبورتنج، الراجل بقى رئيس النادي ده راجل غاوي صيد، قال لهم انا راجل بتاع صبر. طلع على الفيفا. هتقولي اتاكدت منين؟ هقول لك انه قعد 3 شهور ما بيلعبش في البرتغال. اول ماتش ليه لعبه يوم 30 اكتوبر 94، لان هم استنوا القضيه تخلص. كان معايا فيديو كمان، كابتن مجدي عبد الغني موجود في زيورخ. وراح مسؤولي الزمالك شهدوا، وفي الاخر اتحكم لسبورتنج ان حقهم لرغبه اللاعب، ولكن دفع فلوس على سبورتنج لازم يعوض ديوزبورج. ديوزبورج بقى كسبوا كام في القصه دي؟ مليون دولار. يعني اشتروه ب 800. الزمالك خسر كام بقى في القصه دي؟ الزمالك باعه ب 800. لكن هو لو كان صبر لبعد كاس العالم كان باعه مليون ونص. الضعف مثلا، او 1.4 مليون مثلا. هذه هي القصه التاريخيه الحقيقيه لإيمانويل. خليني حته صغيره، ثانيه واحده خلصنا، عايز اروح. بص يا كابتن شوبير، دي ده جزء من اكاذيب 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 تردد مثلا تبقى حقيقه، يبتدي الناس تتداولها ان هي حقيقه، فنقعد نقول ايه اصل الاهلي زي امبارح كده، حكام اهرام مش عارف ايه والكلام الفاضي ده، فتبقى ده الحقيقه. طب انت اصلا شفت ايمانويل سكته عامله ازاي؟ مفيش في كل الرحله دي النادي الاهلي خالص. تمام كده. طيب منين بقى النادي الاهلي هو اللي خد وسط واحد من عندك ولا طلع؟ بس ما دي المشكله كده، دي المشكله يعني. طيب تعالوا ناخد بعضا من اسئله السوشيال ميديا في الحلقه الجميله اللي بتنتهي. محمد الرعيدي، توقعاتكم لطريقه لعب كولر في السوبر المصري بسرعه. اعتقد مش هتختلف كتير عن مباراه الزمالك، ممكن الافراد بس، لكن هو افراد معينه بس، لا مش هتختلف كتير، 4-3-3 يعني. اللي بعده، ازاي الاهلي يقدر يحقق كاس العالم للانديه او يحقق مركز احسن من الثالث؟ مدى نجاح الاهلي على مدار السنين اللي فاتت في عهد الكابتن المحترم محمود الخطيب، وبالاخص فتره مارسيل كولر؟ تحياتي لاهلي افضل اعلامي في مصر. ده رامي ابراهيم شادي. يلا، هو اوريدي الاهلي بيحقق كويس في كاس العالم للانديه، نفسنا يطلع فاينل. هو واحد هو نفسه يعني بس للامانه انا اسف يا شادي، يعني اللي جايه صعب، اللي هي كاس العالم الكبيره دي صعب. يعني خلينا دي مفاجاه زي المغرب كده لما عملت في كاس العالم دي، ممكن تبقى بحسب تسهيل ربنا والدنيا. لكن القريبه في ايدينا للامانه واسهل شويه طريقها من كاس العالم هي الانتر كونتيننتال، لان ماتش على ارضك تكسب تروح تلعب في قطر اللي هي برده يعتبر على ارضك. عايز تجاوب حاجه ثانيه في الموضوع؟ لا انا شايف ان هي وارد جدا نقدر نصعد فاينل ان شاء الله، نصعد بامر الله. اللي بعده، من نور الدين كابتن شوبير، عاوز تقييم لباقي فرق السوبر المصري، البطوله مش سهله. هاني الشريف، قول لي تقييم سريع. زمالك معنويا هو اعلى فرقه دلوقتي. بيراميدز برضو يعني خلينا نقول ممكن يكون كمان مستخبي، فهو ما معلوش الضوء قوي، هو جاي ما لعبش لا سوبر افريقي. ف سيراميكا يعني ممكن نقول اقل الفرق مرشحه. سيراميكا في بطولات الكؤوس كله له فرصه، ولكن هيفضل الاهلي هو صاحب اللي هو ايه المرشح الاول يعني. ناخد اللي بعده، ايه رايكم في الكره المصريه بشكل عام دون مجامله؟ ممكن توصفها لي بكلمه واحده؟ عارف انت اللي هو ايه يعني، ما اقدرش، بيقول لك نفس حاجه كده اللي هو ايه، انت هي ملعبكه بس ما اقدرش استغنى، يعني هي بايظه فيها مشاكل كتير لكن ما اقدرش استغنى. لا بحب ولا اقدر على بعد. حاجه يعني عشوائيه محببه. عشوائيه جديده دي، عشوائيه محببه دي جديده. يعني اصل هو كده مهما كان هتلاقي الناس قاعده. اللي بعده يلا، ممكن تخدموا فريق الكوره بايه من اجل تطويره؟ ده محمد فتحي ابو ياسمين. مش فاهم تخدمه يعني، يعني نساعد النادي، نساعد يعني من احنا ما نقدرش نساعده غير من هنا، يعني ده اللي احنا بنفهم فيه. نصيحه تقدر تساعد ازاي؟ لا مش حاسس ان دعم، بس لو اقدر دعم خلاص دعم معنوي. اخر 3 رسائل يلا بيومي، ايه اكتر مركز محتاج تدعيم في الاهلي، واجنبي ولا محلي؟ رجب صلاح الصياد، قول. انا شايف فرويد ثم جناح. فرويد ثم جناح، ها؟ اتفق مع فرويد. فرويد ثم جناح. اللي بعده، ايه رايكم في صفقات الاهلي اللي جت في الصيف؟ ده خالد ابو جنات، ها؟ نتمنى ان هم ربنا يوفقهم، يعني لسه احنا لعبنا ماتش يعني ماتشين 3 لسه الموسم طويل. الكواليتي بتاعهم شكله ايه؟ انا ما شفتش يوسف ايمن، لكن شفت اشرف داري ممتاز، يحيى عطية الله بالمناسبه يعني كان ممتاز في الماتش، يعني الغلطه هي اللي خرجته من الجيم، لكن هو ممتاز. يحيى عطية الله ممتاز. اخر رساله اللي جاي يلا بينا، ايه سبب تسميتك بايمن؟ بايمن يا كابتن، بايمن يا كابتن جيلبرتو، ده خالد سعيد فرق. بايمن يا كابتن جيلبرتو كمان، يعني ده احنا مش هنروح الليله دي. اتفضل يا ايمن يا كابتن جيلبرتو. والدتي اللي سمتني ايمن. خلاص ما احنا ايمن. عايز جيلبرتو يعني؟
وانا في اولى اعدادي لابس تيشيرت الاهلي في حصه الالعاب. جيلبرتو لسه جاي قال لي يا عم اخلص انت هتعمل لنا فيها جيلبرتو ولا زقت فمشت جيلبرتو بالظبط كده. وانا اشول ونفس كنت وقتها ما فيش كرش بقى نفس الرفع نفس الدماغ. يا عمال يبعت لي فيديوهات ليك والنجم بتاعنا سيراك في الكوبري اللي هو بعته لك. كوبري يا راجل ده. ايمن نورتني وشرفتني استمتعت بوجودك. شكرا يا كابتن شوبير وبالتوفيق دايما وان شاء الله يعني حلقات دايما مميزه. شكرك شادي نورتني وشرفتني. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ خلاص كده ان شاء الله. نورتنا يا شادي. انا مبسوط يا كابتن ودايما مكسر الدنيا. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين والمتابعين. غدا اللقاء جديد ونجم محبوب لديكم.